من وقع في الذنوب والآثام ينبغي له أن يتنبه إلى عمره وأن يعلم بأنه جالس من حياته وعمره على شفا جرف هار، وأن الإنسان كلما تقدم به العمر كلما أوشك الوصول. الوصول أين؟ إلى الدار الآخرة، إلى الدار الآخرة. فالإنسان مسافر في هذه الدنيا، وكل يوم يقطعه إنما يقطع مرحلة من مراحل سفره إلى الله عز وجل. الفضيل بن عياض رأى رجلا فقال له: كم مضى عليك؟ يعني كم عمرك؟ فقال: عمر 60 سنة. قال: لا إله إلا الله، أنت منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، يوشك أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: تعرف معناها؟ قال: نعم، نحن من الله وإلى الله. فقال له: يا هذا، إن أحسنت فيما بقي غفر الله لك ما مضى وما بقي، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. وقال له: أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا في سفر، ويجب على العاقل الكيس الفطن أن ينتبه إلى عمره وأن ينتبه إلى نفسه. طبيعة الناس خاصة في فترة الشباب يذنبون ويخطئون ولا يبالون، وينظرون إلى العمر على أنه طويل، والواقع بأنها لحظات. فلذلك إذا مضى عليه وقت ويجب أن يعود إلى الله عز وجل. ذكر النووي رحمة الله عليه وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم إذا بلغ الرجل 40 سنة تنسك، ها، إذا بلغ 40 سنة تنسك، خلاص يقول يبدأ حياه الآن مع الله عز وجل، العبادة والطاعة، ولا يفرط إذا وصل إلى سن 40. وهذا قد ذكره الله جل وعلا في القرآن: حتى إذا بلغ 40 سنة. والمعنى بأن هذا السن هو السن الذي هم يعتقدون بأن جرس الإنذار بدأ يهتز على أنك تحذر، فإنك قاعد من عمرك على خطر، وما تدري متى تلقى الله سبحانه وتعالى.